مزنوق في البنطلون يا وهيبه. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده عن الاستفتاء عن الدستور، وفي حاجه مهمه جدا كنت عايز انوه عليها، ان في ناس كتير جدا اجي اسالهم هتنزلوا الاستفتاء يقولوا لا مش هننزل الاستفتاء. طيب اما انت مش هتنزل الاستفتاء، امال مين اللي هينزل الاستفتاء؟ ما انت لازم تنزل الاستفتاء علشان تقول رايك في الدستور. ما ينفعش حاله اللامبالاه ديت ان كل واحد يقول لا انا مش هنزل وكده كده هيتعمل اللي هم محتاجينه واللي هم عايزينه والكلام اللي هو المحبط ده. كلنا بنمر بظروف محبطة وكلنا بنمر بحالة نفسية زي الزفت، وبس احنا برضو يعني بنعمل اللي علينا بحكم اللي احنا مواطنين، لازم اللي احنا نشارك في العملية اللي هي خاصة بالاستفتاء اللي هي خاصة بالدستور، وكل واحد ينزل يقول رأيه، سواء في واحد شايف ان هو عاجبه التعديل الدستور وعاجبه تعديل المواد اللي هي خاصة بمواد الرئاسة اللي هي خاصة بالرئيس الجمهورية ان هو ينتخب نفسه لمدة تانية وينتخب نفسه بأثر رجعي وبمدة جديدة اللي هي 6 سنين ديت. في ناس حابين ان هم يعدلوا التعديلات اللي هي خاصة بالمواد الدستورية وان القوات المسلحة هي اللي تحمي كل ما يخص الدستور المصري، وموافقين على التغييرات الدستورية دي وهم عايزين يوافقوا على الدستور دوت. طيب في ناس تانية معترضة، على تعديل الدستور ومش عايزين يعدلوا المواد اللي هي خاصة بالدستور، وشايفين ان الدستور اصلا ما تمش العمل بيه ولا يعني ما فيش اي حاجة اتاخدت بالدستور، وعلشان يعني اللي احنا نعمل بيه حتى لمدة 10 سنين من بعد تعديله، سواء لما تم تعديله في الفترة من 2013، فشايفين مفيش اي تعديل تم، او شايفين ان مفيش اي اتخاذ اتعمل بالدستور. يعني جه واحد بقى رئيس جمهورية وجه وعايز يغير الدستور، طيب ما نصبر نعمل بالدستور وبعد كده نشوف اذا كان ينفع ما ينفعش خلاص. لكن احنا للاسف عندنا في الدول العالم الثالث اللي بيحكم النظام المركزي والواحد الاحد الصمد هو اللي بيحكم المنظومه ومفيش غيره، وبيبقى فيه طبعا ناس تانيه ليها مصالح من ان الواحد الاحد الصمد ده هو اللي يفضل على كرسي الحكم ويفضل ملزوق في الكرسي لحد ما يموت بالكرسي، اللي هو يحالف يمين طلاب التلاتة ما يسيب كرسي الحكم غير لا اما وهو ميت لا اما وهو مقتول لا اما وهو حد قلب عليه، فلا اما بقى يعملوا صورات. عشان كده بالتالي بنلاقي ان دول العالم التالت ديت مبيبقاش فيها اي نهضة، ولا بيبقى فيها نهضة اقتصادية ولا نهضة علمية، وبيبقى فيها على طول اضطرابات. بسبب ايه؟ بسبب ان مفيش تداول للسلطة ولا بيبقى فيه الانتخابات. اتمنى ان كل واحد مصري ليه حق الانتخاب ان هو ينزل ويشارك في الدستور ويقول رايه، سواء هو رايه بنعم او لا. وشكرا جزيلا.